السلام عليكم، اهلا بكم في قناتكم من جديد. اصبح الفوز صعب للغاية بالنسبة لنادي مانشستر سيتي في الدوري الانجليزي الممتاز، خاصة امام نيوكاسل بهدف يتيم وبفارق هدف واحد مع نادي شيفيلد يونايتد، الامر الذي جعل غوارديولا يتعرض لانتقادات لاذعة من قبل جماهير مانشستر سيتي وكذلك المحللين في انجلترا، ويلومونه بشدة على مغادرة رياض محرز. والى ذلك قال نجم منتخب انجلترا السابق ريو فرديناند والمحلل التلفزيوني حاليا انه قلق على نادي مانشستر سيتي بسبب خسارته نجمين كبيرين بحجم رياض محرز وغاندوغان مقابل عدم تعويضهما بلاعبين بقيمتهما الفنية. وصرح مدافع مانشستر يونايتد السابق في هذا الشأن: أنا قلق على مانشستر سيتي، إذا كنت من مشجع النادي فيجب أن تشعر بخيبة الأمل. وأوضح المدافع السابق فكرته بالقول: أعتقد أنه يتعين عليهم الذهاب والعثور على لاعب يمكنه تسجيل الأهداف، لقد فقدوا رياض محرز وغاندوغان وخسروا الآن كيفن دي بروين. وأردف قائلا: إنهم ثلاثة لاعبين كبار ومؤثرين من حيث تسجيل الأهداف والتمريرات الحاسمة، يجب تعويضهم قبل غلق سوق التحويلات الصيفية. وقد هاجموا جماهير النادي غوارديولا بشدة كبيرة وحتى طلبوا بإقالته بسبب رحيل رياض محرز. نحن بانتظار تعليقاتكم، لا تبخلوا علينا بالاشتراك والضغط على زر الإعجاب، وصلوا على رسول الله.